اهلا وسهلا الغزالات ديالي حبيبتي وخالتي الاعزاز، مرحبا بكل المتتبعات الوفيات اللي كيشاهدوا قناه هاجر بغودغي بيغلاج سواء داخل المغرب او خارج المغرب. مرحبا بكل الاخوات والصديقات اللي انضموا جداد للعائله ديالنا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كنتمنى ان القناه تنال اعجابكم وتستافدوا من خلال الدروس المقدمه. الاخوات المهتمات بتعلم طرز رباطي باليد وكذلك التنبات بكل احتراف، مرحبا بكم، انتم في المكان الصحيح ان شاء الله حبيبتي. نزولا عند طلب العديد من المتتبعات اللي طلبوا مني تطبيق طرز المرضوخ او الرضيخ، اليوم غادي نتعرفوا مع بعض على الطريقه اللي كنخدموا بها هذه التقنيه. كما كتلاحظوا حاولت نرسم مجموعه من الرشمات بشكل عشوائي، لان اغلب الرشمات اللي كنطبقوا لهم طرز المرضوخ عاده كيكونوا من هذا الشكل، لكن ممكن اننا نخدموا التقنيه في جميع الرشمات سواء وريضات وريقات عريشات او لا اشكال هندسيه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، فضلا وليس امرا ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، واذا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك سبسكرايب ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. بسم الله على بركه الله حبيبتي، وغادي نبداو ان شاء الله الخدمه ديالنا. كما كتلاحظوا انا هنا استعملت الحرير المبروم او الخيط ديال الطرز الرباطي ديال الماكينه، لكن ممكن انكم تخدموا سواء بالصابره يعني الحرير العادي او الصقل الصم، يعني ممكن تستعملوا اي نوع من الخيوط نتوما بغيتوا. اذا على بركه الله غادي نبداو الرشمه الاولى ديالنا. اول حاجه غادي نثبت الخيط ديالي دائما بغرزه صغيره في الوسط ديال الرشمه من خلال العوينات او الحلقات اللي كنكونوا ضبلنا بهم الخيط. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه بغيت نشرح لكم الفرق ما بين طرز المرضوخ او الرضيخ ودقه الذهب. دقه الذهب ملي كنكونوا كنخدموا كل صف كنخدموه كيكون عباره على غرزه وحده، يعني كنخدموا غرزه من بعد غرزه، لكن في طرز المرضوخ او الرضيخ فاحنا كنخدموا اما بثلاثه ديال الغرز او لا اربعه ديال الغرز على حسب اتساع ديال الخدمه اللي بغيناها، يعني واش بغيناها تكون عريضه او لا رقيقه، لكن اقل عدد ديال الغرز ممكن اننا نخدموا به هو ثلاثه ديال الغرزات. كنتمنى ان شاء الله الصوره تكون واضحه لكم، وغادي نبداو على بركه الله. اذا غادي نخدم اربعه ديال الغرز اللي غيكون القياس ديالهم طويل، ما غاديش نوصل للخط ديال الرشمه الثاني لان الرشمه اللي غادي نخدم فيها كما كتلاحظوا عندي عريضه، يعني غادي يكون كل صف متكون من ثلاثه ديال الغرز او الاربعه متتاليين. انا غادي نخدم ان شاء الله باربعه ديال الغرز. اهم حاجه لا سواء في طرز الرباطي او لجميع انواع الطرز هي الغرز يكونوا قراب من بعضياتهم، يعني ما نخليوش فراغات ما بين الغرز. غادي نخدم اربعه ديال الغرز بنفس القياس. اذا الغرزه الثالثه كما قلت لكم لازم يكونوا على نفس القياس. والغرزة الرابعة غادي نخدم غرزة جديدة، لكن غادي تكون المسافة ديالها فقط المنتصف ديال الغرزة الأولى اللي خدمت، يعني غير الحد النصف ديالها. غادي نخدم مرة أخرى ربعة ديال الغرز قصار. إذا الغرزة الأولى الغرزة الثانية الثالثة وأخيرا الغرزة الرابعة. نحاولوا غير بشوية مع الخيط ديالنا باش ما يتشنتفش. انتم عارفين ان الحرير المبروم ما كنبرموش بزاف لانه كيكون عندنا ديجا مبروم من قبل، فنحاولوا معاه غير بشوية باش الخدمة ديالنا تبقى لنا مطلوق. اذا كما كتلاحظوا خدمت أربعة ديال الغرز قصار، غادي نولي نخدم أربعة ديال الغرز طوال. أنا هنا اختاريت أنني نخدم واحد المسافة عاد نرجع كنعمر غير باش يبان لكم الفرق ديال الخدمة والطريقة بشكل صحيح، لكن ممكن أنكم تخدموا يعني
بشكل عمودي، يعني تعمروا الخط الاول ترجعوا الخط تعمروا الخط الثاني وانتم غاديين بالخدمه. انا غادي نحاول نخدم مسافه صغيره باش نشرح لكم فيها بشكل صحيح. اذا 4 ديال الغرز دائما طوال، كنحاول ما امكن انهم يكونوا عندي في نفس القياس، يعني يكونوا على نفس الخط باش الخدمه ديالي تمشي ليا بشكل صحيح. اذا اذا اخوات انا غنكتفي بهذا القياس باش نشرح لكم الطريقه ديال التعمار. كما كتلاحظوا كنبقى خدامه 4 ديال الغرز طوال 4 قصار حتى كنخدم واحد المسافه. دابا غادي نرجعوا حنا كنعمر. اذا غادي نخدمه الصف الثاني، غادي ندخل الابره ديالي في الغرز القصار اللي خدمت في نفس المكان اللي كتنتهي عندي منه الغرزه، يعني نفس المكان اللي كتسالى ليا منه الغرزه فيه غادي نولي نبدا الغرز ديال الصف الثاني او الصف الموالي. اذا بهذه الطريقة، وغادي نخدم 4 ديال الغرز كما قلت لكم في نفس المسافة ديال الغرز الأولى اللي غادي يكون القياس ديالهم طويل، يعني نفس القياس ديال الغرز الطوال اللي خدمناه في الصف الأول. إذا كما كتلاحظوا راه كندخل الإبرة ديالي في نفس النهاية ديال الغرز الأولى اللي عندي. غادي نخدم 4 ديال الغرز طوال، من بعد الطريقه ديال التعمار راه كتولي ساهله، يعني كنبقاو متبعين غير الغرز اللي عندنا في الصف الاول. كملت 4 ديال الغرز اللي عندي الاولى، غادي ننتقل 4 ديال الغرز اللي عندي من بعدهم، ودائما كندخل في نفس المكان. دابا غادي نبقى يعني مكمله الخدمه ديالي بنفس القياس ديال الغرز، دائما كنخدم غرز طوال. اذا ما غاديش نضرب الابره ديالي في هذه النقطه، وانما غادي نخدم غرزه طويله. وكنبقى مستمره في التمر حتى كنكمل الصف الثاني اللي عندي، كننتقل مباشره باش نخدم الصف الثالث، وهكا حتى كنكمل الرشمه اللي عندي كامله. اذا كملت 4 ديال الغرز، غادي نولي ننتقل الغرز اللي عندي قصار في الصف الاول، وغادي نخدم غرزه طويله بنفس القياس اللي غادي تكون في المنتصف ديال الغرز اللي خدمت. كما قلت لكم هي نفس الطريقه او التقنيه ديال دقه الذهب او الغرزه الذهبيه، فقط الاختلاف في العدد ديال الغرز. يعني هنا كنخدموا ب4 الغرز، ممكن انكم تخدموا ب5، ممكن انكم تخدموا ب6، يعني اقل عدد ممكن ان نخدموا به هو 3، واكثر عدد من الاحسن انه ما يتجاوزش 5 ديال الغرز باش كتبقى الخدمه ديالكم باينه. اذا كما كتلاحظوا
غادي نولي نرجع نخدم غرز في الغرز الطوال اللي عندي. وإلا لاحظتوا راه كنحاول ان الغرز يكونوا في نفس القياس، ما يكونش تفاوت عندي في القياس باش الخدمة ديالي كتبان ليا بشكل جميل. إذن غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى غادي نكمل التعمار ديال الصف الثاني، غادي نرجع مباشره نخمر الصف الثالث وهكا حتى نكمل بقيه الرشمه كامله. باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف، انا غادي نستمر في الخدمه وغادي نرجع باش نشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي. خليكم معايا، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. دائما وكيف العاده الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، جيم لايك، وايضا خليوا لي تعليقاتكم، ارائكم واقتراحاتكم، علاش لا حتى انتقاداتكم. وإلا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ومهتمين انكم تستافدوا من دروس لتعليم طرز رباطي باليد نبات بالاضافه لاعمال يدويه متنوعه، فما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك، سبسكرايب، ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. انا غادي نكمل الخدمه ديالي وغادي نرجع لكم ان شاء الله، خليكم معايا. اذا حبيباتي كما كتلاحظوا معايا مباشره من بعد ما كملت التعمار ديال الصف الثاني كننتقل باش نعمر الصف الثالث، غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه ديال الخدمه، دائما ربعه ديال الغرز من بعد ربعه، كنحاول اني ندخل الابره ديالي في النهايه ديال الغرز اللي خدمت في الاخر صف عندي في الرشمه، وهكا حتى كنكمل الخدمه ديال الرشمه كامله. كنتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح ومفهوم، كنتمنى ان الصوره تكون باينه. اي تساؤل اي استفسار ما تردوش انكم تخليوا ليا في التعليقات، واي حاجه ما واضحاش انا راه الاشاره باش نعاودوها ان شاء الله مع بعض. غادي نستمر في الخدمه حتى نكمل الرشمه ديالي كامله ونتلاقى بكم باش نشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا للدعم والتشجيع المتواصل ديالكم. الغزالات ديالي حبيباتي من بعد ما كملت التعمار ديال الرشمه كامله، الشكل النهائي اللي كنحصل عليه في طرز المرضوخ او الرضيخ هو هذا. كنبقى مستمره في الخدمه ربعه ديال الغرز من بعد ربعه حتى كنكمل الخدمه ديال الرشمه كامله. ممكن اننا نستعملوا في النهايه غرزه السلسله باش كنحددوا الشكل ديال الرشمه، وممكن نكتفيوا بهذا الشكل هذا.
حاولت اني نخدم بلون اللي هو غامق باش يبان لكم المكان ديال التثبيت ديال الغرز، فكنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح يكون مفهوم. اي تساؤل اي استفسار ما تردوش انكم تخليوه لي في التعليقات. الا ما كانش الخدمه واضحه وبغيتونا نعاودوها مع بعض ان شاء الله، مرحبا، انا راه الاشاره ديالكم باش نعاودوا اي حاجه ما فهمتوهاش او لا ما واضحاش لكم ان شاء الله. كنتمنى حبيباتي الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تخليوا لي اقتراحاتكم، ارائكم، تعليقاتكم، ولاش لا حتى انتقاداتكم. واذا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك، سبسكرايب، ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. فضلا وليس امرا الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. شكرا لكم على المتابعه، شكرا للدعم والتشجيع. الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر، درس جديد ورشمه جديده. دمتم في امان الله والسلام عليكم.